بيني وبيني وبينكم اكيد انا كنت هيك زيكم يعني. بلا ما نكذب على بعض، مين فينا اللي ما اعجب بحدا في سن المراهقه؟ هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو زي ما قريتوا فيديو اليوم رح يكون عن المراهقين. دايما هيك بقرا تعليقات عندي على اليوتيوب انه ميرا سوي لنا نصائح للمراهقات او للمراهقين، فصراحه انه هيك فكره الفيديو اجت هيك عبالي، فممكن الكلام ما رح يكون كثير مترتب، ولكن الكلام اللي رح وجهه لكم هو انا كلام عشته، رح يكون كلام طالع من القلب للقلب. فلهيك شباب وصبايا جهزوا القهوة وجهزوا حالكم مع جلسة نميمة مع ميرا، أعطيكم فيها كل شيء أنا مريت فيه في هاي التجربة. سو إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني أهلا فيكم في القناة، اشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر أسفل هذا الفيديو، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك إذا حابين أصور لكم جزء تاني بس راح يكون بطريقة كتير مختلفة أو بطريقة تحفيزية. فإذا حابين هالشي اضغطوا على اللايك، تابعوني على الإنستغرام لأنه هناك بنزل حياتي أكثر معكم. اول نقطه بدي احكي فيها شباب وصبايا انه لا تكونوا حدا غير شخصيتكم، لا تغيروا من حالكم بس تتبينوا كول. عارف انه هيك في سن المراهقه كل العالم بتحاول انها تبين حالها او تظهر حالها، حتى لو كان هالشي على حساب غيرها او على حساب مبادئها الشخصيه. تميزكم في انكم تكونوا انتو فقط. هلا خلينا نفوت في مواضيع ممكن تكون حساسه شوي بالنسبه للمراهقين، بس اعتبروني هيك اختكم. احم 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 رزبي لحم. اللي كان بدي احكيه او اقوله انه الحب في هالسن هاد غلط. انا دايما بحكي بهالشي، بعرف انكم ما راح تصدقوني وبعرف انكم راح تسووا بس اللي في بالكم، وبعرف كمان انكم في هالفترة اكيد على الاقل حدا فيكم معجب او بهيك بكراشي على حدا، لانه بيني وبينكم اكيد انا كنت هيك زيكم يعني. بلا ما نكذب على بعض، مين فينا اللي ما اعجب بحدا في سن المراهقة؟ يعني اقل شيء انك راح تعجب بيوتيوبر مثلا او بمشهور او ما بعرفش ايش او زميلك في الفصل. من وجهة نظري انكم ما تعيشوها بزيادة، لانه بعدين لما تكبروا صدقوني راح تفرطوا على حالكم بالضحك انه انا كنت معجبة بهداك او انا كنت معجبة بهديك. يعني راح تتغير كثير افكاركم، راح تتغير مشاعركم. بعرف انه في هالسن العمري راح تكون عندكم مشاعر فياضة او جياشة، فلهيك طبيعي انكم تعجبوا. بدي اياكم تفهموا انكم تعجبوا بحدا هو شيء طبيعي في هالسن هاد، ولكن الغير طبيعي انك انت تعيشيها بزياده. باختصار شديد، الحب في المراهقه هو حب مؤقت رح يكسر ظهرك وقلبك بس. كلام موجه للشباب والبنات، اوكي؟ ثالث نقطه بدي لكم عليها هي الخلافات اللي بتصير مع اهاليكم في هالعمر هاد. احنا دائما ما بنسمع كلام اهالينا وبنسمع بنسوي بس اللي براسنا. بس تقلكم شيء، صدقوا اهاليكم، احساس اهاليكم صادق. مثلا لما بتجي امك بتقولك هاي البنت مش منيحة او ابوكي هذا الشخص مش منيح، كلامهم صحيح. بعرف كيف وشلون الاهل عندهم هاي النظرة الثاقبة انهم بيعرفوا الشخص منيح او لا، بس كلامهم غالبا ما بيكون صحيح. انا شخصيا كنت دايما بسمع كلام حالي بس، يعني لما يجي اهلي يحكوا معي بقولهم اوكي فاين، بس بعدين برجع وبوقف على كلامهم بعد ما اجرب واتخزوق. يعني نقطة بعديها بدي احكي فيها في جانب الصداقة، البنات والشباب بيتأثروا ببعض، شلون؟ مثلا لما تشوف صديقك ما بده يكمل الدراسة أو صديقك رايح لتخصص معين، هالقد أنت متعلق بهالشخصية وهالقد أنت بتحبه، فبتروح تختار بعدين تخصصك الجامعي أو تخصصك في الثانوية مبني على هالصداقة هاي، لا لا لا، لأنه غالبا أصلا الصديق هاد لتبشرك أو أبشرك إنك ما رح تكمل معاه حياتك على الأغلب. رح تجي فترة ما وتبعدوا على حالكم، هي سنة الحياة. ممكن كلامي ما تصدقوه او ممكن تظلوا مع الصديق هاد، ولكن اللي بدي اقوله انه ما تبنوا حياتكم على حياة شخص ثاني. بدي كمان انوه على فكرة ثانية اللي هو الفشل الدراسي. ممكن تشوفوا يوتيوبرز عم يقدموا نفس المحتوى اللي انا بقدمه مثلا، وبتحسوهم انهم دائما يروجوا لتخصص انه تخصص افضل من تخصص، او المتفوقين هن احسن شيء في كوكب الارض. لا لا لا، غلط 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 كبير، لانه الفشل الدراسي عمره ما بيعني الفشل في الحياة، وابدا ما بيعني انه الشخص المتفوق دراسيا هو شخص ناجح في الحياة او اصلا شخص ناجح في العموم. انا بتشوفوني بدرس طب وما اعرفش ايش، بس انا بؤمن انه المدرسة عم تقتل ابداع الانسان،
عم بتسيسنا كلنا على منهج واحد. فإذا أي حدا فيكم بيعاني من مشاكل دراسية أو تعرض لفشل دراسي، أبداً لا تحس حالك إنك أقل من أي إنسان موجود على كوكب الأرض، بالعكس ممكن أنت تكون أذكى حدا فينا كلياتنا. شوف أشياء ثانية في الحياة، الحياة ما تتوقف على تعليم معين أو شهادة معينة، شوف أشياء ثانية، سوي بروجكت، ما بعرف، سوي مثلاً تكوين مهني، أي شيء بتلاقي فيه حالك روح لإله. تغيير ممكن في أي لحظة وفي أي ثانية. ليش الناس تتوجه دائماً للدراسة؟ لأنهم بيؤمنوا أنه الوظيفة هي المفتاح أو الوظيفة هي أكثر شيء مضمون، بالعكس أنت ممكن تخاطر وتربح أشياء وتوصل لمستوى مادي مستحيل هذاك المتفوق دراسياً أو اللي حامل شهادة يوصل للمستوى اللي أنت فيه. وأكبر مثال على هالشي بيل جيتس. بدي اياكم كمان في هالمرحلة العمرية تكونوا دايما مستعدين للتغيير. يا جماعة ما تلوموا حالكم لانكم انتوا تغيرتوا للاتجاه الصح، او انتوا كنتوا عم تتبنوا فكرة بعدين هاي الفكرة هاي ما عادت تمثل واقعكم. طبيعي انت بشر، احنا عم نشوف الفصول عم تتغير، ما بعرف الشجرة بتنمو وتتغير هيئتها، الحيوان نفس الشيء. البروسس هذا انتوا عم تنمو، تعلموا دايما انكم تقولوا لا لكل شيء ما عم يحسسكم بالسعادة. أنا كنت بتمرن وبقرأ كثير كتب، المهم هالكتاب هاد كان عم يساعدني إنه أنا بقول لا لتضييع الوقت، لا لأي شيء رح يشتتني عن أهدافي وطموحاتي، لا لكل شيء ما عم يحسسني بالسعادة، لا لمصاصي الطاقة. بتذكر لما كنت في سن المراهقة هالشي خسرني صراحة كثير أصدقاء، وأحيانا كنت عم بضطر أكذب بس عشان أقول لا لشي انا ما بدي اياه، لطلعة رح تضيعني مثلا على دراستي او تضيعني على الشغلة معينة انا بدي اشتغل عليها، لحد ما تعلمت انه لا ما لازم اكذب، لازم اكون صريحة اكثر وبقول لا. عنا مثل تونسي يقول لك كلمة لا ما تجيب بلا، يعني كلمة لا ما تجيب لك ولا اي بلاء. هل النصيحة موجهة للبنات بالاساس؟ احذروا من مصاصي الطاقة، احذروا من أشباه الرجال أو الصيادين أو الذئاب الموجودة على الإنترنت، لا تنجرفي وراء الحب، احذري من المتحرشين والمغتصبين اللي بيختفوا وراء الشاشة، وتذكروا دائما إنه أي حدا بيفوت لك بطريقة جنسية باسم الحب فهو حيوان ما بدو ياكي. فإذا فكر إنه أنت لا إذا طوعتيه رح يحبك أكثر، رح يتزوجك ورح تعيش الحياة الوردية معه، لا يا بيبي، لن يفعلها، لن يتجرأ، لن يتزوجك. المراهق يا جماعة بيكون في أكمل أوج الحرية والعظمة والطموح، فبتلاقيه إنه بيكون هيك شوي مزعج بالنسبة للكبار في السن. ليش؟ لأنه بيكون بيسأل، بدو يعرف، ما بدو ياخذ الأفكار الجاهزة، بينما هداك الشخص الكبير بيكون أخذ أفكار جاهزة، ماخذ أفكار من الموروث، من العادات والتقاليد، من المجتمع، بينما المراهق بيكون رافض هاي الأفكار وبدو ياخذ أفكاره الخاصة فيه. فلهيك في سن المراهقة بتحصل خلينا نقول انصدام، فبتلاقي احيانا المراهق بيمر بفترة اكتئاب ناتجة عن انصدام بافكار هو بده اياها او بده تتغير في المجتمع، وبين افكار الموجودة في الواقع اللي هي الموروث، العادات والتقاليد، وتلاقي انه المراهق كثير رفضها، فانا بتوديه لمجال يكون مخالف كليا للموروث وللعادات وللتقاليد وللدين ولكل شيء بيربطه بالمجتمع تبعه، او بتلاقيه بياخذه للاكتئاب. فشو هو الحل يا جماعة في هالوضعية؟ راجع دايما افكارك. كيف تعرف انه افكارك هاي اللي انت عم بتتبناها صح او غلط؟ تعرفها اذا كانت ما عم تؤذي حدا، بتفيد المجتمع بطريقة ما. عارفوا انكم تفرقوا ما بين الافكار الايجابية والافكار المدمرة اللي ما راح تفوت المراهق الا في ازمة هوية او ضياع شامل وكامل للذات. انا ضد كلية نظام البرمجة اللي عم يتأسس عليه مجتمعنا العربي. ليش؟ لانه محتاجين لجيل جديد، لجيل مبدع، لجيل فنان، لجيل التغيير. ما بدنا نصنع آلات عم تتوجه لنفس التوجه، عم يفكروا كلياتهم بنفس الطريقة. اي حدا بيحقر من المراهق بدي اقلك هيك كلمتين بس، هذا المراهق اللي انت عم تشوفه اقل منك او طائش هو اذكى منك، اوعى منك، اقوى منك بسنوات ضوئية، وانت تحلم انك توصل لذرة من ذرة طموح هداك المراهق. لانه المراهقين هلا فاهمين الدنيا صح، عم يبحثوا، عم يحلوا، ما عم يتقبلوا الافكار زي ما هي، عم يخلقوا افكار جديدة. ورسالة بوجهها للاهالي، لا تحاربوا اطفالكم. ليش؟ لانه اذا حاربتوهم رح يشوفكم شغلتين، رح يشوفك يا اما عدو للنجاح، او طريقة تعاملك مع المتعسفة او اللي فيها اضطهاد او قمع رح تطلع لنا في المستقبل انسان مريض نفسي رح يعيش طول حياته حاقد عليك.
إذا بدك تقتل هداك المراهق حقر من إمكانياته. صدقوا الناس أكبر منكم في السن استفادوا من خبراتهم واستفادوا من أفكار. لا تصادق ناس بتأثر فيك بطريقة غلط وتوديك لطريق ما ممكن انك ترجع منه. دايما صادق الناس اللي انت تتمنى انك تكون مثلهم. كن انت وخليك فخور وابدا لا تكبر حالك في العمر بس عشان انه ما حدا يقلل منك. احنا الشباب كتير بنحبكم، كتير بنتقبلكم. عزيزي المراهق، هاي السنوات راح تمر كتير بسرعة، فعيش لحظة بلحظة. خلي ثقتك بنفسك وتقبلك لذاتك هو منهاجك في الحياة. عيش الواقع وأبدا لا تركز مع المستقبل. لا تقارن أبدا حالك بمؤثر أو صانع محتوى في سنك، لأنك أبدا منك عايش حياته ولا هو عايش حياتك، ولا عشتوا نفس الظروف ولا خلقته في نفس البيئة. خلال البروسيس تبع النمو تبعك find your passion، والحياة أبدا منها مبنية على السوشيال ميديا ولا على الهاتف. اصنعوا أوقات أكتر مع العيلة بمحبة وتفاهم. حاولوا إنكم تخلقوا بيئة للنقاش، وأبدا لا تهربوا من مشاكلكم العائلية على السوشيال ميديا. ما راح تلاقوا الحلول في السوشيال ميديا أبدا. لا تبكي في الزاوية لحالك ولا تكتئب ولا تتأثر فقط لأنك مختلف. أنت مختلف بطريقة إيجابية لأنك عم تسأل، عم تبحث، لأنك إنسان. لا تخلي الواقع يغيرك. لما توصلوا للعشرينات راح تلاقوا أنه الحياة أبدا مو زي سن المراهقة. رح تلاقوا عالم جديد مبني على سيستم، مبني على برمجة، ورح تلاقي انه هالعالم هاد بده يروضك على طريقته. حاول انك في النص تلاقي حالك، وهيك عزيزي المراهق فيك تبني شخصية مستقلة حرة. سو هيك يا جماعة، وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، تشاركوا هالفيديو هاد مع رفقاتكم، اكتبوا لي آراءكم تحت، وإذا بدكم نسوي جزء ثاني زي ما حكينا بطريقة مختلفة اكتبوا لي كل شيء تحت. وإذا أنت مراهق اكتب لنا شو أكتر شيء أنت عم بتعاني منه في هالمرحلة هاي. أنا رفقتكم ميرا، دير بالك محاكم أحلامكم وقلوبكم. نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامة، باي.